بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم مع تصحيح موضوع البكالوريا، موضوع الأول لشعبة لغات. إذن الموضوع يتحدث عن شهداء الانتفاضة، وهو للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان. إذن الموضوع متعلق بالقضية الفلسطينية، وهو أيضا من شعري التفعيلة أو الشعر الحر. نبدأ أولا بالتعرف على مضمون النص. رسموا الطريق إلى الحياة، رصفوه بالمرجان بالمهج الفتية بالعقيق، رفعوا القلوب على الأكف حجارة جمرا حريق، رجموا بها وحش الطريق، هذا أوان الشد فاشتدي، ودوى صوتهم في مسمع الدنيا وأوغل في مدى الدنيا صداه، هذا أوان الشد واشتدت وماتوا واقفين، متألقين كما النجوم، متوهجين على الطريق، مقبلين فم الحياة. هجم الموت وشرع فيهم من جله، في وجه الموت انتصبوا، أجمل من غابات النخل، وأجمل من غلات القمح، وأجمل من إشراق الصبح، أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار. انتفضوا، وثبوا، نفروا، انتشروا في الساحة حزمة نار، اشتعلوا، سطعوا، وأضاءوا في منتصف الدرب وغابوا. انظر إليهم في البعيد، يعانقون الموت من أجل البقاء، يتصاعدون إلى الأعالي في عيون الكون، هم يتصاعدون، وعلى جبال من رعاف دمائهم هم يصعدون ويصعدون ويصعدون. لن يمسك الموت الخؤون قلوبهم، فالبعث والفجر الجديد رؤيا ترافقهم على درب الفداء. انظر إليهم في انتفاضتهم سقورا، يربطون الأرض والوطن المقدس بالسماء. بالنسبة للنص، هناك أيضا شرح لغوي لبعض الكلمات الصعبة. رصفوه بمعنى ضموا بعضه إلى بعض، المهج بمعنى الأرواح، والعقيق نوع من الأحجار الكريمة. نبدأ بالإجابة على الأسئلة. الجزء الأول المتعلق بالبناء الفكري بالنسبة للتنقيط 10 علامات. السؤال الأول: جسدت القصيدة في مطلعها الغاية من الانتفاضة ووسيلة تحقيقها، حددهما مع الشرح والتمثيل. إذا عدنا إلى مطلع القصيدة، خاصة في المقطع الأول، نجد أن الشاعرة بينت الغاية من الانتفاضة، وهي في بداية المقطع: رسموا الطريق إلى الحياة. إذن الغاية من الانتفاضة هو تحقيق الحرية والكرامة والاستقلال والحياة الكريمة، ويظهر كما قلنا في قول الشاعرة: رسموا الطريق إلى الحياة. والحياة تعني الحرية، الاستقلال، الكرامة، الحياة الكريمة إلى آخره. أما الوسيلة لتحقيق ذلك فهي الاستشهاد في سبيل الله، أي التضحية بالنفس في سبيل تحقيق تلك الغاية. ويظهر ذلك في قول الشاعرة: رصفوه بالمرجان، والمرجان هنا يرمز بلونه الأحمر إلى الدماء والتضحيات. وأيضا في قولها: بالمهج الفتية، والمهج تعني الأرواح. وأيضا في قولها: رفعوا القلوب على الأكف حجارة، وكل هذه العبارات ترمز إلى التضحية بالنفس في سبيل تحقيق هذه الغاية. وأيضا في قولها: رسموا الطريق، فهنا الطريق هو اختيارهم للانتفاضة والثورة على العدو لتحقيق غايتهم، وهي الحياة الكريمة والحرية وغير ذلك. هذا بالنسبة للسؤال الأول، وهو الغاية من الانتفاضة وكذلك الوسيلة لتحقيقها. ننتقل إلى السؤال الثاني: ما الصورة التي رسمتها الشاعرة لشهداء الانتفاضة؟ استدل عليها بعبارات من النص. إذن رسمت الشاعرة صورة لشهداء الانتفاضة، بينت من خلالها قوتهم وصمودهم وعلو مكانتهم، فهم لهم مكانة مرموقة ومكانة عالية، وأيضا أنهم ماتوا بشرف وبعز، ويظهر ذلك في قولها: ماتوا واقفين، فهنا تبين أن هؤلاء الشهداء ماتوا بعز وشرف وبصمود في وجه العدو.
فقد رأتهم أيضا كالنجوم المتألقة التي تنير الدرب، وهذا لتبين سمو مكانتهم وعلوها، فهم يعتبرون القدوة لغيرهم، ويظهر ذلك في قولها متألقين كالنجوم متوهجين. أيضا في المقطع الثاني صورتهم بغابات النخيل الجميلة وغلات القمح، كذلك بإشراق الصبح والشجر الذي غسلته الأمطار، لتبين قوة وصلابة هؤلاء الشهداء وصمودهم في وجه العدو، ويظهر ذلك في قولها أجمل من غابات النخل، أجمل من غلات القمح، أجمل من إشراق الصبح، أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار. وأيضا لتبين مكانة هؤلاء الشهداء يظهر ذلك في قولها يتصاعدون إلى الأعالي، هم يصعدون ويصعدون ويصعدون، أنظروا إليهم في انتفاضتهم سقورا. هنا أيضا تريد أن تبين قوة هؤلاء الشهداء وصلابتهم وصمودهم في وجه العدو. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني، كيف صورت الشاعرة شهداء الانتفاضة؟ ننتقل إلى السؤال الذي يليه، في القصيدة تصوير لبشاعة العدو، ما الدل عليها من النص؟ اذكر صورة أخرى لهذه البشاعة من الواقع. إذن في النص بيّنت الشاعرة وحشية العدو الصهيوني، وما يدل على هذه الوحشية والبشاعة بالنسبة للعدو الصهيوني هو كثرة شهداء الانتفاضة، ويظهر ذلك في قول الشاعرة هاجم الموت وشرع فيهم من جلاه، أي هجوم العدو الصهيوني على المنتفضين بسلاحه، وهنا قالت من جلاه، والمنجل يستعمل للحصاد، فهنا الشاعرة تريد أن تبين أن العدو حصد الكثير من أرواح الشهداء الفلسطينيين. إذن هذه العبارة تدل على وحشية المستعمر. وأيضا في قولها جبال من رعاف دمائهم، فهنا أيضا دليل على كثرة الدماء، والدماء تدل أيضا على كثرة الشهداء. هذا بالنسبة لبشاعة العدو وكذلك وحشية العدو الصهيوني. أما صور أخرى لبشاعة هذا العدو من الواقع، فيمكن أن نذكر مثلا سياسة الحصار، سياسة التجويع، تعذيب الأسرى والسجناء إلى آخره. إذن هناك الكثير من الأمثلة الواقعية التي تبين وحشية العدو، منها مثلا الحصار، التجويع، سياسة التجويع، أيضا تعذيب الأسرى والسجناء إلى آخره. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الذي يليه، انطوت القصيدة على قيم جليلة، استنتج اثنتين منها مع الشرح. بالنسبة للقيم الموجودة في النص، هناك قيم كثيرة، منها قيم إنسانية وهي الحق في الحرية والعيش في كرامة. إذن هنا الشاعرة تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بالكرامة، في الدفاع عن حقوقه، في الدفاع عن حريته إلى آخره. نجد كذلك قوة الارتباط والانتماء إلى الأرض والوطن، ويظهر ذلك في حب هؤلاء الشهداء لأوطانهم وارتباطهم بها والدفاع عنها، في قولها يربطون الأرض والوطن المقدس بالسماء. هذا بالنسبة للسؤال الرابع. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير في البناء الفكري، لخص مضمون النص بأسلوبك الخاص. بالنسبة التلخيص نعتمد على استخراج الفكرة العامة والأفكار الأساسية، ثم الربط بين هذه الأفكار بالأسلوب الخاص. إذن بالنسبة للفكرة العامة، هنا الشاعرة تبين مكانة وتضحيات شهداء الانتفاضة. بالنسبة للأفكار الأساسية فهناك ثلاثة أفكار، الفكرة الأولى متعلقة ببيان الغاية من الانتفاضة والوسيلة لتحقيقها كما أجبنا عنها في السؤال الأول، وفي المقطع الثاني التصوير الشاعرة لشهداء الانتفاضة، يعني كيف رأت شهداء الانتفاضة، وبيانها كذلك لبشاعة العدو الصهيوني. هذا بالنسبة للأفكار. ثم التعبير عن هذه الأفكار
بالأسلوب الخاص. ننتقل الآن إلى البناء اللغوي. السؤال الأول: على ما تدل لفظة الطريق في كل من العبارتين الآتيتين: رسموا الطريق إلى الحياة، رجموا بها وحش الطريق. لفظة الطريق هنا تدل على المسار الذي اختاره الشهداء وهو الانتفاضة. إذن الطريق هو الانتفاضة لأنه هو المسار الذي اختاره الشهداء، فالانتفاضة هي الطريق المؤدي إلى حفظ الحياة والكرامة. ووحش الطريق هنا بمعنى من يقف في وجه هذه الانتفاضة، من يقف في وجهها هنا العدو، فالوحش هنا هو العدو الذي يقف في وجه الانتفاضة. هذا بالنسبة لمدلول كلمة الطريق. ننتقل إلى السؤال الثاني: صغ فعل الأمر من الفعل هاجم مبينا حركة الهمزة مع التعليل. بالنسبة لفعل الأمر هاجم هنا عندما نحوله إلى المضارع يهجم، إذن هنا يهجم بمعنى أن عين الفعل المضارع مضمومة، لذلك عندما نسوغ فعل الأمر يكون بزيادة همزة الوصل في بداية هذا الفعل وتكون مضمومة. الآن لماذا تكون مضمومة؟ تكون مضمومة كما ذكرنا لأن عين الفعل المضارع جاءت مضمومة، يعني نقول هاجم يهجم، الجيم هنا فوقها حركة الضم، لذلك تكون همزة فعل الأمر مضمومة. هذا بالنسبة للتعليل لهمزة أو حركة الهمزة في الفعل هاجم. إذن هاجم أهجم مضمومة. لماذا مضمومة؟ لأن مضارع الفعل هاجم يهجم عينه في المضارع مضمومة. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث: أعرب ما يلي. إعراب مفردات متألقين الواردة في السطر العاشر من الوحدة الأولى. يظهر ذلك في قول الشاعرة: واشتدت وماتوا واقفين متألقين كما النجوم. إذن كيف ماتوا؟ ماتوا متألقين. أولا هذه الكلمة هي إجابة للسؤال كيف. ثانيا الكلمة منصوبة. ثالثا الكلمة مشتقة. رابعا الكلمة نكرة. إذن اسم نكرة منصوب مشتق يبين هيئة صاحبه، يبين هيئة الشهداء كيف ماتوا، مات الشهداء واقفين، وحتى كلمة واقفين حال، حال الأولى، متألقين حال. إذن متألقين بينت هيئة الشهداء كيف ماتوا، إذن ماتوا متألقين. إذن متألقين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنه جمع مذكر السالم، وقد بينا لما هي حال كما قلنا لأنها إجابة للسؤال كيف، لأنها اسم نكرة مشتق يبين هيئة صاحب الحال. هذا بالنسبة لإعراب المفردات. أما بالنسبة لإعراب الجمل فالجملة هي: ترافقهم على درب الفداء الواردة في السطر التاسع من الوحدة الثالثة. نعود إلى الجملة في النص: فالبعث والفجر الجديد رؤيا ترافقهم على درب الفداء. دائما نعود إلى بداية الجملة: البعث والفجر الجديد رؤيا. إذن هنا لدينا جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر، البعث مبتدأ، الفجر اسم معطوف، ورؤيا خبر، المبتدأ مرفوع. إذن رؤيا خبر مرفوع، رؤيا مرافقة، مرافقة. إذن هنا رؤيا اسم النكرة وبعد النكرات صفات، إذن مرافقة صفة لرؤيا، فهنا نصف الرؤيا، الرؤيا مرافقة. أيضا القاعدة تقول: بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. أولناها بمفرد فاتضح أنها نعت، لذلك نقول ترافقهم على درب الفداء جملة فعلية في محل رفع نعت، نعت لرؤية. هذا بالنسبة لإعراب الجمل. ننتقل إلى السؤال الذي يليه: ما نوع الصورة البيانية الآتية؟ اشرحها وبين سر بلاغتها. بالنسبة للصورة البيانية هي عبارة عن كناية، كناية عن صفة وهي صفة الصمود والمقاومة والتضحية، لأن هنا كلمة ماتوا واقفين المعنى حقيقي، ممكن أن يكون إنسان واقف ويموت، إذن المعنى حقيقي، لكن ليس ما يقصده أو ليس هذا المعنى الذي تقصده الشاعرة، وإنما تقصد لازم معناه، ما يلازم هذا المعنى الظاهر وهو الصمود والتضحية، الصمود والتضحية، والموت بعز وشرف.
الآن بالنسبة للشرح، إذا قلنا نوع الصورة كناية عن صفة وهي صفة الصمود والمقاومة والتضحية والموت بعز وشرف، بالنسبة لشرحها نقول ذكر المعنى الحقيقي وهو ما تواقي فينا، وأريد به لازم معناه وهو الصمود والتضحية. أما بالنسبة لسر بلاغتها فهنا الشاعرة تريد أن تبين أمرا معينا، تريد أن تبين من خلال هذه الصورة عزيمة وقوة وشدة صمود الشهداء والمنتفضين الفلسطينيين في وجه العدو. هذا بالنسبة للصورة البيانية. ننتقل إلى السؤال الخامس، قطع الشطرين الشعريين الآتيين محددا التفعيل. بالنسبة للتقطيع فالبعث والفجر الجديد، هنا السطر ينتهي بساكن، ينتهي بساكنين، التقاء ساكنين، وهذا جائز في الشعر الحر آخر السطر، وكذلك في السطر الذي يليه كذلك في آخره يلتقي ساكنان، وكما قلنا جائز في الشعر الحر. إذن بالنسبة للحركات لدينا حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون سكون. بالنسبة للتفعيلة هي تفعيلة متفاعل، ولكنها تأتي هكذا متفاعل متفاعلان متفاعل متفاعل متفاعلان، وهي تفعيلة البحر الكامل، تفعيلة البحر الكامل، وهو من البحور الصافية التي تستعمل في الشعر الحر كما هو معروف. إذن هنا القصيدة مبنية على تفعيلة بحر الكامل وهي تفعيلة متفاعل بالتغييرات التي طرأت عليها، لأن هناك بعض التغييرات طرأت عليها، تغييرات بالزيادة وبالحذف بالزحاف وبالعلل، وهذه الأمور أيضا معروفة في الشعر الحر. إذا قلنا التقطيع نجد تفعيلات متفاعل متفاعلان متفاعل متفاعل متفاعلان، وهي تفعيلة بحر الكامل كما ذكرنا. ننتقل إلى التقويم النقدي. السؤال، ظهرت القصيدة العربية في العصر الحديث بمظهر جديد، مس شكلها ومضمونها المطلوب، ناقش القول مبينا أهم دواعي التجديد وبعض مظاهره من خلال القصيدة. بالنسبة لهذا السؤال وهو يتحدث عن المظهر الجديد للقصيدة العربية في العصر الحديث، وهذا المظهر الجديد مس الشكل والمضمون وكان له دواع كثيرة للتجديد، فما هي دواعي التجديد؟ هنا بالنسبة لدواعي التجديد تختلف وتتعدد، فمنها ما هو فني أدبي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو نفسي، ومنها ما هو سياسي. إذن هنا يجب أن نقسم هذه الدوافع. نبدأ أولا بالدوافع الفنية الأدبية. ما هي الدوافع الأدبية والفنية التي جعلت الشعراء يجددون في الشعر الحديث؟ هذه الدوافع هي احتكاكهم بالشعر الغربي وتأثرهم به، خاصة المذاهب الأدبية الغربية السائدة هناك. من هذه المذاهب مثلا المذهب الرمزي، المذهب الواقعي، الرومانسية إلى آخره. إذن كل هذه المذاهب الغربية كان لها تأثير على الشعراء العرب، وبذلك جددوا في الشعر العربي الحديث من حيث الشكل والمضمون. الآن ننتقل إلى الدوافع الاجتماعية. الدوافع الاجتماعية تتمثل فيما يطرأ على المجتمع من مظاهر التغيير والتبديل لأنماط الحياة ومكوناتها والبنية الاجتماعية والتكوين الحضاري. إذن المجتمعات العربية أيضا مسها هذا التغير، مثلها مثل الشعوب الأخرى، تغير اجتماعي، تطور حضاري إلى آخره، تغير وتبدل نمط الحياة. إذن هذه أيضا كانت من الدوافع التي جعلت الشعراء يجددون. أيضا الدوافع النفسية والسياسية، مثلا السياسية ظهور الحركات التحررية في معظم الدول العالم العربي، مما انعكس على ما يعانيه الشعراء من واقع. إذا تأثر الشعراء نفسيا مما يعيشونه من واقع مؤلم نتج عنه الكبت المادي الذي خلقه الاستعمار، كذلك كانت نتيجته وأدى الحريات في نفوس الشعوب العربية، قتل الرغبة في التطلع إلى الحياة الفضلة، مما أدى بهؤلاء الشعراء من الناحية النفسية إلى الميل والجنوح إلى خلق نوع جديد من العطاء الفني، وتمثل هذا العطاء الفني في الشعر الحر. وهذا دليل على أن الأمة العربية بدأت تستعيد نشاطها وحريتها، بمعنى أن هناك نفس جديد.
بالنسبة لدواعي التجديد، ثم المطلوب بيّن بعض مظاهره من خلال القصيدة، مظاهر التجديد في الشكل والمضمون. بالنسبة لمظاهر التجديد من حيث الشكل والمضمون، أولا من حيث المضمون، نبدأ من حيث المضمون. الشعر تعبير عن واقع وعن معاناة حقيقية، إذن هذا موجود في القصيدة. الشاعرة تنقل الواقع، تنقل معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الصهيوني. أيضا وظيفة الشعر هي وظيفة اجتماعية، فهو يكشف عن مواطن التخلف في المجتمع. إذا وظيفة الشعر هي وظيفة اجتماعية، وهذا أيضا وارد في القصيدة، لأن الشاعرة تنقل واقع اجتماعي يعيشه الشعب الفلسطيني. أيضا التجديد في أغراض الشعر، فقد اهتم الشعراء بالقضايا الإنسانية الاجتماعية الوطنية، كالدعوة إلى الاستقلال والتحرر ومقاومة الأعداء وهموم الشعب. إذا نفس الشيء موجود في هذه القصيدة، الشاعرة تتحدث عن موضوع مرتبط بالوطنية ومرتبط كذلك بالدعوة إلى الاستقلال، إلى التحرر، إلى مقاومة الأعداء. أيضا نجد الوحدة العضوية، وهي أن القصيدة تبنى بناء شعوري يبدأ من نقطة ثم يأخذ في النمو حتى يكتمل، وهذا أيضا موجود في القصيدة. القصيدة تبدأ من نقطة شعورية معينة ثم تبدأ في النمو حتى تكتمل، وهذا ما يحقق الوحدة العضوية التي تبنى على وحدة الموضوع، فالشاعرة تناولت موضوعا واحدا، إضافة إلى أنه لا يمكن التقديم والتأخير، إضافة إلى الخيط الشعوري الواحد المتنامي. هذا ما يجعل القصيدة تتميز بالوحدة العضوية. هذا بالنسبة للتجديد على مستوى المضمون. ننتقل الآن إلى الشكل. بالنسبة للشكل، استخدام معجم جديد قريب من لغة الحياة، بمعنى استعمال اللغة السهلة البسيطة القريبة من الحياة، هذا يظهر في القصيدة. قصيدة ميزت بسهولة اللغة وبساطتها، فقد استعملت ألفاظ مأخوذة من الحياة العادية. الاهتمام بالصورة الشعرية، إذن الاهتمام بالصورة الشعرية، توظيف الرمز، هنا الشاعرة وظفت الكثير من الرموز مثل كلمة وحش ترمز بها، رمزت بها إلى المستعمر الصهيوني، وكلمة الطريق رمزت بها للانتفاضة، كلمة منجل رمزت بها لحصد أرواح الشهداء، كذلك الفجر الجديد، البعث رمزت بها للاستقلال، للحرية، إشراقة الصبح أيضا هنا ترمز إلى الأمل في الحرية، إلى آخره. إذن الشاعرة وظفت في النص الكثير من الرموز. في شكل القصيدة نجد أنها شعر حر، والشعر الحر يحل السطر الشعري محل البيت الشعري، إذن تقوم على نظام السطر بدل من البيت الشعري، ويعتمد كذلك على وحدة التفعيلة بدلا من وحدة الوزن، بمعنى هنا التفعيلة الواحدة، وكما رأينا هي تفعيلة متفاعل. عدم التقيد بنظام محدد للقافية، بمعنى أن الشاعر يغير في القافية، وهذا واضح في القصيدة أن الشاعرة كانت تغير من مقطع إلى آخر، كانت تغير القافية. أيضا الاعتماد على الموسيقى الداخلية وموسيقى الألفاظ، هنا الشعر الحر يعتمد كثيرا على الموسيقى الداخلية للألفاظ التي تأتي من استخدام المحسنات وغيرها، كثرة الإيحاء مثل قولها ماتوا واقفين وغيرها من الأمثلة الموجودة في النص. أيضا الصور البيانية، الاهتمام بالصورة البيانية أو الصور البيانية، وكذلك الصورة الشعرية، صور بيانية موجودة بكثرة في النص، ماتوا واقفين، متألقين كما النجوم، متوهجين على الطريق، إلى آخره. إذا هذا بالنسبة للتجديد على مستوى الشكل والمضمون. نأتي إلى ختام موعدنا، أتمنى للجميع الاستفادة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.